في حقيقة الأمر نحن ليست لنا علاقة بمسجل تنظيمات العمل، ولم نطلب أن يتم تسجيل النقابة عند مسجل تنظيمات العمل، لأنه أصلا لا يسجل النقابات المهنية بقانون. نمرة 2، مسجل تنظيمات العمل ما عندها سلطة تنفيذية عشان توقف. إذا نحن جينا قدمنا عندها ترفض، إذا قلنا لا اعترفي بينا ما أدري تعترف بينا ما تعترف بينا، لكن ما عندها سلطة تنفيذية عشان تقول لنا وقف. لو اتصلت بينا وقالت لنا وقف الحمد لله ما بنوقف. ببساطة شديدة جدا هذا لم يحدث، والحمد لله نحن الناس شافوا الفضائيات نقلت، المواقع الإلكترونية نقلت. أنا بفتكر ده أعظم تمرين ديمقراطي من كم 30 سنة في تاريخ النقابات. نحن فخورين به جدا، منو فاز منو ما فاز، الصحفيين كلهم فائزين حقيقة. نحن تحدينا كل التحديات الموضوعات قدامنا، ونحن مارسنا ممارسة ديمقراطية نظيفة. لا حصل تهديد للأمن، لا حصل تهديد للسلامة، بكل يسر وبكل سهولة الناس يجب كلهم يتجمعوا هنا وصوتوا.